يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. قبل نبدا فيديو اليوم يا جماعه، احب اوصيكم بتوصيه مختلفه حبتين، توصيه اضمن لكم انها بتكون مميزه وفريده من نوعها باذن الله. توصيه اليوم راح تكون فيلم هورايزن، واللي هو فيلم وثائقي سعودي راح ياخذكم في رحله مميزه جدا ما بين تضاريس وطبيعه المملكه العربيه السعوديه الخلابه. وصدقوني يا جماعه لما اقول لكم انكم راح تتفاجئون من كميه الجمال في هذا الوثائق. راح تشوفون اخراج، راح تشوفون انتاج، راح تشوفون مناظر ومشاهد طبيعيه من قلب المملكه ممكن ما كنتوا تتصورونها. تابعوا الوثائقي وراح تفهمون كلامي. مده الفيلم 50 دقيقه بس، ولكنها ثريه جدا بتفاصيل وحياه رائعه. والاحلى من هذا كمان انه الفيلم موجود على نتفليكس، تقدر تتابعه متى ما حبيت، توقفه متى ما حبيت، وترجع تكمله متى ما حبيت. وترى مره قريب نزل، يعني قبل كم يوم من وقت تصوير هذا الفيديو. فانصحكم يا جماعه بشده انكم تتابعوا وثائقي هورايزن وتندهلون مثل ما أنا اندهلت. شيء مرة مميز وخلاب، مشاهدة ممتعة. أما الآن عزيزي الوجيه، قبل ما أذكرك بالاشتراك واللايك والسبسكرايب، ما نظبط المظبيطة يعني، ما يحتاج كل مرة أقعد أذكرك. تعال وخلينا نشوف وش مهببين الجولدن جلوب هذه السنة، ونشوف الجوائز أو أهم الجوائز بالنسبة لي وين راحت والمين راحت وعلى وين راحت، ويا رب النتائج ما تكون صادمة زي معظم الأوقات. تعرفون يعني في شوية تلاعب أحيانا في الجوائز هذول، في 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 كذا عدم مصداقية أحيانا، تحس إنهم كذا مرتشين. نبدأ بجائزة أفضل ممثل لفيلم درامي هالسنة. تخيلوا المين راحت، يب راحت الكيليان مورفي. يا عيني عليك، يا عيني ويش البداية الرهيبة ذي يا وجيه. كيليان مورفي فاز بجائزة أفضل ممثل درامي من فيلم أوبنهايمر. هذا الكلام يا جولدن جلوب، ألف مبروك عليك يا كيليان مورفي، وترى هذه أول جائزة جولدن جلوب له. بعد كذا عندنا جائزة أفضل فيلم درامي هالسنة، وخمنوا راحت لمين؟ ياب راحت كمان لفيلم أوبنهايمر. الله أكبر، يا سلام وش الحلاوة هذه. أوبنهايمر استطاع أن يطيح بعدة أفلام هذه السنة، من ضمنها فيلم كيلرز أوف ذا فلاور مون مارتن سكورسيزي. والله منتهين يا نولن، وش باقي بتاخذها؟ الى الان جائزتين، باقي كمان جوائز، خلينا نشوف. جائزه افضل مخرج هذه السنه يا جماعه راحت كمان لكريستوفر نولن. كريستوفر نولن يا جماعه فاز هذه السنه كافضل مخرج عن فيلم اوبنهايمر. انت كيف يا نولن حوشت على الجوائز كلها هذه السنه ولا ايش؟ واضح انه نولن بدا يلتفت للجوائز، ترى زمان ما كان يهتم بالجوائز، ما يرشح نفسه، ما يرشح ملفاته، واضح انه حيكوش على الجوائز كلها هذه السنه. ما قلت عنه مخرجي المفضل عبث يا جماعه. بعد كذا يا جماعه عندنا جائزه افضل ممثل مساعد، وخمنوا راحت لمين؟ ياب راحت لروبرت داوني جونيور عن دوره في فيلم اوبنهايمر برضه. يا قوتك يا نولن. كريستوفر نولن بدع، كيليان مورفي بدع، وكمان روبرت داوني جونيور بدع، وباقي طاقم الممثلين للامانه الطاقم في هذا الفيلم كله ولا غلطه. خلصنا يا وجيه؟ لا لسه، باقي لنا جائزه واحده بس وبعدها نفقع. جائزه افضل موسيقى تصويريه اصليه برضه راحت لفيلم اوبنهايمر. قسما بالله يا جماعة الخير مستحقة. أفضل موسيقى تصويرية سمعتها في آخر 10 سنوات كانت في فيلم أوبنهايمر. أحكي لكم عن إيش ولا إيش؟ Can you hear the music؟ ولا Destroyer of Words؟ أقسم بالله يا جماعة الموسيقى في أوبنهايمر إبداع إبداع. ما تصير الموسيقى مرة حلوة إلا إذا كنت شفت الفيلم في السينما. شيء عظيم اللي قدمه كريستوفر نولان في أوبنهايمر للأمانة، ويستحق كل هذه الجوائز وأكثر كمان. تقريبا هذه الجوائز اللي تهمني، اخترت الجوائز اللي فيها كريستوفر نولان واللي فيها إيش؟ أوبنهايمر. كيفي كيفي. وخبر مفاجئ يا جماعة لجمهور ومحبي لعبة God of War. أمازون يا جماعة الخير تخطط لصناعة مسلسل مشتق من لعبة God of War. What؟ ياب. ولا خليني أعيد صياغة كلامي بشكل أوضح. أمازون أوريدي شغالة على مسلسل مشتق من لعبة God of War، وراح يكون حصري أكيد على منصة أمازون برايم، وحيدفعوا فيه مئات الملايين زي ما عملوا في خواتم السلطة، بس إن شاء الله ما يعطبونه زي خواتم السلطة. الخبر جميل ورائع، وأنا أحد الأشخاص اللي فرحوا فيه، لأني حرفيا أبغى أتعرف على قصة God of War اللي يقال عنها جدا عظيمة بدون ما أضطر ألعب اللعب، لأني حاولت ألعبها صراحة، وهذا النوع من الألعاب يعني كأسلوب لعب ما أستمتع فيه زي ألعاب السوبر هيرو والألعاب الثانية، ولكن واضح إنه في قصة جدا رهيبة في God of War، فأبغى أتعرف عليها، والمسلسل بإذن الله راح يعرفنا عليها. عموما وكعادتي الفضولية رحت وقرأت آراء الناس حول هذا الخبر، وتفاجأت إن الجمهور وعدد لا بأس منهم مرة متحمسين ومبسوطين جدا لفكرة المسلسل. مسلسل مشتق من لعبة God of War، يا سلام. ولكن في بعض المخاوف عند الناس، أو في نوعين من المخاوف منتشرة في التعليقات. ناس كثيرة خايفة في مين راح يكون بطل هذا المسلسل، أو مين الممثل اللي راح يقدم دور شخصية كريتوس، ومعاهم حق صراحة، لأن
انهم لازم يجيبون ممثل عنده كل المقومات وقادر فعلا انه يقدم الدور من دون مشاكل، وغير انه يكون لائق بدنيا وجسديا وصوتيا، لازم يكون كذا حاجه ممتازه، اختيار موفق، ولا الدور راح ينعطب. اما مخاوف الناس الثانيه فهي من امازون برايم نفسهم، الناس خايفين انه يصير في مسلسل جود اوف وور زي ما صار في مسلسل خواتم السلطه، انتاج ضخم، مؤثرات ضخمه، ولكن قصه وسرد وتمثيل بريال. ولكن خلونا دائما نتفائل، انا دائما اتفائل مهما كانت الاراء سلبيه، دائما احط امل بسيط انه ممكن يصدمني العمل ويطلع بشيء مره خرافي. عموما ما في اي اخبار حاليا عن هذا المسلسل سوى انه امازون برايم بداوا يشتغلوا على هذا المسلسل، واي تحديثات باذن الله مستقبلا راح اشاركها معكم. ويليام دافو يا جماعه يحصل على نجمته الخاصه في ممشى هوليوود، رغم من انه مضطر يدفع 50,000 دولار يعني عشان نجمه، بس يستاهل، والله يستاهل صراحه، ممثل قدير ورائع ومميز. ايش تبغى دور؟ يعطيك اياه ويليام دافو. تبغى فيلن؟ يعطيك. تبغى سايكو؟ يعطيك. تبغى شخصيه ما تدري ايش تبغى؟ يعطيك. تبغى شخصيه انسانيه؟ يعطيك. انت اشر بس ويليام دافو يقشر. فيلم نو بادي الجزء الثاني يا جماعه ما زال امر حصوله وارد، والفيلم للان يفترض انه قيد التطوير، ولكن ما في اخبار عن مواعيد عرضه او متى راح يتم تصويره، بس فكره انه جزء ثاني قيد التطوير والفكرة ما زالت مطروحة للأمانة خبر مرة ممتاز. وفي حال إنك ما تابعت الجزء الأول من فيلم نو بادي أحب أقول لك لا يفوتك. تحب الأفلام اللي كذا من أجواء جون ويك والكذب ولا؟ مرة رهيب. تابع الجزء الأول من فيلم نو بادي وأوعدك إذا تحب الأكشن والكذب والخراط ولكن بقالب كذا يعني إيش منطقي إلى حد ما راح تستمتع. بس لحظة، فيلم للكبار فقط، لا تروح تشوفه مع عيالك الصغار ولا اخوان، انتبه. ومسلسل سترينجر ثينجز الموسم الخامس يا جماعة احب اقول لكم انه دخل في مرحلة الانتاج اخيرا، ولكن لا تتحمسوا كثير لانه ما راح نشوفه قريب. بعض المصادر تقول في نهاية 2024 وبعض المصادر تقول في بداية 2025، ولكن في كلا الحالتين المسلسل دخل في مرحلة الانتاج وهذا بحد ذاته تقدم، وباذن الله راح نسمع اخبار قريب جديدة عن ايش صاير في المسلسل ومتى ممكن راح نشوف. يب، في حال انك ما تعرف الموسم الخامس من Stranger Things راح يكون الاخير. شكرا يا رب، انا كنت خايف انه نتفليكس تمطط ام المسلسل 20 موسم، ترى ما عندهم مشكله، ما يصدقوا على الله يضرب معاهم مسلسل يمطمطوا ابو جده. عاد صدقوني يا جماعه، مسلسل سوبرانوز الشهير جدا والغني عن التعريف واللي متربع ضمن افضل المسلسلات حول العالم وعبر التاريخ، قبل كم يوم احتفلوا بمناسبه مرور 25 سنه على نزول المسلسل. 25 سنه وانا وانت باقي ما تابعنا المسلسل، والله لازم نتابعه، لازم نتابع مسلسل سوبرانوز، انا متاكد انه المسلسل عظيم. تدري ايش اللي يقهر؟ انا متاكد انه المسلسل مره رهيب، متأكد المسلسل مرة عظيم، بس متكاسل أتابعه، يقلع عمر الكسل. تخيل إني أعرف توني سوبرانوز وأنا ما أعرف المسلسل من قوة ما الشخصية مرة مشهورة. فبإذن الله، بإذن الله هذه السنة ألقى فرصة وأتابع مسلسل سوبرانوز كامل، وأنت كمان يلا حطه في الليستة وخلينا نتابعه سوا في 2024. طيب يا جماعة ركزوا معايا الآن، كم عندنا فيلم في السبايدر فيرس؟ 2. حلو مظبوط، سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس وسبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس، يا سلام عليك، وكل واحد منهم يقول الزين عندي. كمان برضو يا جماعه عندنا جزء ثالث راح يكون بعنوان سبايدر مان بيوند ذا سبايدر فيرس، وكان مفروض اننا نشوفه في سنه 2024 ولكن تاجيلاته مشاكل انتاجيه وتكنسل المشروع. ما تكنسل المشروع، تكنسل نزوله في 2024. عموما يا جماعه اللي يهمنا من هذا الفيلم او الجزء الثالث بالتحديد وان صناع العمل قالوا كلام مرة مرة إيجابي ويحمس. خلاصة كلامهم يعني فيما معناه إن الجزء الثالث من سلسلة سبايدر فيرس راح يكون شيء جدا 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 خرافي، وراح نشوف فيه كالعادة الكثير من الأبطال اللي نعرفهم، وراح يرجعوا أبطال كمان كنا نعرفهم، وراح يقدم لنا الجزء الثالث من سبايدر فيرس قصة ملحمية ودرامية وعاطفية مميزة جدا. طبعا تصريح زي كذا ممكن تقول يا وجيه كمان واضح إنه تسويقي، بس صدقني سلسلة سبايدر مان أو سبايدر فيرس والله ما تحتاج تسويق. الجزء الأول بس لحاله ذاك سوى وشعبية للسلسلة بنت كلب، نزل منها 5 أجزاء وراح تجيك الناس تتابعها جري يا رجل. لو قبل الفيلم بأسبوع أسبوع كذا نزلوا خبر فيلم سبايدر مان بيوند ذا سبايدر فيرس راح ينزل بعد أسبوع في السينما، صدقني ما تشوف المضاربات في صالات السينما على شباك التذاكر الحجز. سلسلة عظيمة، سلسلة عظيمة، أنصحك إنك تتابعها إذا باقي ما تابعتها، والله راح تستمتع وما يحتاج تتابع أي فيلم قبلها، خش كذا على السلسلة سبايدر مان إنتو ذا سبايدر فيرس، سبايدر مان أكروس ذا سبايدر فيرس، والثالث تشوفه معانا يمكن 25 26، الله أعلم. ويلي وونكا يا جماعة اقترب من 500 مليون دولار، يا لطيف، تخيلوا فيلم عائلي لطيف خفيف يجيب 500 مليون دولار
وفي افلام ثانيه اقوى منه ممكن من ناحيه القصه والاكشن والزحمه ما جابت ربع الرقم ذا. وطبيعي صراحه متوقع من ويلي وانكا، عمل له شعبيته جدا في اوروبا وفي الغرب وفي امريكا وفي الغرب بشكل عام. اما بالنسبه لاكوامان الجزء الثاني يا جماعه، احب اقول لكم انه صارت المعجزه. تفتكرون في الفيديو الاول اول مره نزل اكوامان الجزء الثاني في اول اسبوع قلت لكم لازم تصير معجزه عشان يجيب فلوس، لانه الفيلم مره الناس زعلانين من قصته وتقييماته بريال. احب اقول لكم ان المعجزه حصلت، الفيلم خسرانين عليه 205 مليون دولار وقدر انه يجيب اكثر من 330 مليون دولار، يعني خسائره باذن الله انه قفلها. وبس تقريبا هذه اهم فيلمين يعني في شباك التذاكر، الباقي اوكي نيفر مايند. وختاما يا جماعه، الحلقه الاولى من الموسم او الارك الجديد لانمي ون بيس او ارك الايج هيد وصلت قبل كم يوم يعني، بس وقت تصوير الفيديو هذا ما ادري كم بيكون مر عليها. وصدقوني يا جماعه ما راح اكون صادق معاكم لو قلت انها كانت حلقه عاديه. نو والله لا من ناحيه الانتاج يا ساتر، ولا من ناحيه الاقتباس وجوده الاقتباس يا لطيف، ولا من ناحيه روعه الاحداث اللي اقتبسوها، ولا حتى من ناحيه اسلوب الرسم الجديد واللي يفترض انه راح يكون الهويه الجديده لارك الايج هيد. شيء خرافي، شيء مذهل للامانه يعني. استوديو توي انيميشن والله مبدعين، والله الاستوديو هذا مبدعين. صح اننا ممكن نسخط عليهم احيانا بسبب التمطيط اللي مش بيدهم، ولكن والله العظيم انتاجيا يا رجل والله الجمونة، والله ما عاد نقدر نتكلم. الاستديو هذا إذا قرر يطربك راح يخليك ترقص طربا، وارك وانو يعني بحد ذاته خلانا نرقص طربا كثيرا يا رجل. من قوة ما ارك الايج هيد بيكون حاجة مرة خرافية ومتوقعين لها الشيء الكثير، نتفليكس راحت واشترت حقوق عرض هذا الارك عندها في المنصة بشكل اسبوعي. كل حلقة تنزل من ارك الايج هيد بتشوفها تعرض في نتفليكس. نتفليكس زحفوا حبتين، اخذوا القصة وسووا منها مسلسل حقيقي، يلا ليتس جو. اخذوا حلقات ارك الايج هيد وقالنا يلا يا عمي ليش لا. الحين كمان ايش فيه لو فاكرين قبل فترة بيعيدوا انتاج مسلسل ون بيس نتفليكس وبيعرضوه على المنصة عندهم. يا ولد ايش فيه؟ والله نتفليكس ذكية، نتفليكس قاعد تعرف وين تضرب، نتفليكس تعرف من اين تؤكل الكتف. عموما بالتوفيق لي نتفليكس، يعني صراحه قاعدين يقفلوا صفقات مره ممتازه هذه السنه. بشكل عام يا جماعه اذا شفتوا انمي انتاجه مره اسطوري فاعرفوا انه وراه فلوس كثيره، وراه سبونسر ممتاز زي نتفليكس، مو زي كونان مساكين السبونسر تبعهم ماكدونالدز والانتاج بريال. ليش؟ يا انه الاستوديو مره زبالين وما يعرفون يرسمون فعلا هم زبايل، او انه الفلوس حق السبونسر دي قاعده تروح ايش في جيوب الاداره الفاسدين. انا واصل الحلقه تقريبا فوق ال 500 يعني في كونان، والانتاج يا الله ليه؟ الله يهب لكم يا انمي كونان استوديو صاحي، ويهب لكم سبونسر صاحي، والله الانمي يستحق يا اخي انتاج اضخم من كذا مش معقوله. انا ما اعرف كيف وصلنا لكونان يا جماعه، ولكن خلاصه الكلام استمتعوا بارك الايج هيد، واحد من اروع واجمل اركات قصه ون بيس، وباذن الله راح يكون الانتاج عليها الكلام طالما انه في سبونسر زي نتفليكس. يا حبيبي نتفليكس قيمتها 900 مليار، هذا الكلام قبل سنتين، الحين ما ادري كم قيمتهم. ملاحظه يا اخوان، ملاحظه، انتبهوا من الاوبننج تبع الارك الجديد. انا شفته يعني تابعت المانجا، اذا انت ما تابعته الى الان وتسكبه او انك ما ركزت فيه لا تركز، والله يا في حرق الارض، حرق الارض. نشوقك لحدث، يلا احرق لك اياه علشان تتشوق. يا ابويا لا تشوقني، لا تشوق، ما ابغى اعرف. جيب لوفي هو يرقص طول المقدمه، بس لا تشوقني، لا تجيب شيء من الاحداث. المهم انتبهوا يا جماعه، لا من جد انتبهوا. يعطيكم العافيه يا جماعه، الى هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات، تعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، وترى قربنا من اننا نقفل 100,000 مشترك ومتابع على تويتش. فاذا انت منت مشترك او منت متابعني هناك ادخل على الرابط في صندوق الوصف وروح طق الفولو، خلينا نقفل 100,000 مشترك على تويتش ونحتفل مع بعض ان شاء الله. يعطيكم العافيه يا جماعه، كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.